صحيح طبعا ضيعنا في الشوط الثاني برضو، ضيعنا الكرة بتاعت القايم بتاعت زيزو، الهجمة اللي بعتبرها هم هجمتين منظمتين اللي لعبناهم في الشوط الثاني، الكرة اللي جت جول من عمرو السولية اللي حطها في ظهر المدافعين لمحمد صلاح، والكرة اللي اتعملت كويسة جدا وزيزو حطها في الطرف اليمين وكمل في العمق، واتعملت من عمر كمال عبد الواحد في القايم البعيد، زيزو حطها الراجل عمل اللي عليه لكن كانش فيه توفيق، خبطت في القايم اليمين اللي القايم النهارده كان واقف ضدنا في فرصتين في الشوط الاول. الراجل بيشف الطريقه اللي بيلعب بيها ليفربول، مش عيب، انا مش ضد الطريقه، بالعكس انا دايما احترم المدير الفني اللي عارف اسلحته فين ويشتغل على حاجات تخدم على اسلحته. انت سلاحك الابرز، مش هنضحك على بعض، كل العالم عارف، مش بس احنا كمصريين، سلاحنا الفتاك هو محمد صلاح. طيب احنا بنلعب ب 4 3 2 بنلعب ب 4 3 2 1 علشان نخدم على محمد صلاح زي ما ليفربول بيلعب. لو ليفربول عارفين، ليفربول كلنا حفظناهم، فابينيو بيلعب وبيروح هندرسون في ظهر محمد صلاح والكسندر ارنولد عشان يأمن ظهرهم في الطرف اليمين، وكان زمان جيمس ميلنر او فينالدوم قبل ما يمشي ويروح باريس سان جيرمان، ودلوقتي اللي بيقوم بالدور ده تياجو الكنتارا. يبقى اذا هندرسون بيروح في ظهر الكسندر ارنولد ومحمد صلاح يأمن الطرف اليمين اللي بيشتغل فيه ليفربول، وتياجو الكنتارا بيروح في الطرف الشمال اللي بيأمن الطرف الشمال اللي بيشتغل فيه ساديو ماني ومن وراه روبرتسون. طيب الطريقة دي منتخب مصر مش قادر ينفذها لغاية دلوقتي، حتى لما جددت الدم بنزول حمدي فتحي وطلعت عبد الله السعيد اللي غير جاهز بدنيا، لو معانا الحق انا كنت وريتك هنا على شاشات التوشيبا، كنت وريتك محمد صلاح وماما بالي بيشوت، محمد صلاح واقف فين؟ محمد صلاح وكأنه سنتر باك بيلعب ناحية اليمين ومغطي الراجل وهو بيشوت. طب انا بلعب ب 4 3 ليه؟ يعني انا مودي عمرو السولية مثلا او حمدي فتحي في ظهر محمد صلاح ليه؟ علشان ابدأ اخف من الادوار الدفاعية اللي يقوم بيها محمد صلاح. يبقى اذا انا مش ناجح في طريقة اللعب بتاعت محمد صلاح، عفوا بالطريقة اللي هي المفروض اخدم فيها على محمد صلاح اللي هي طريقة 4 3. اولا انت لما بتلعب بتلاتة، شفنا برضو منتخب غينيا بيساو اللي هو ما فيهوش لعيب يقلقني او ما فيهوش لعيب مميز مهاريا ولا لعيب عنده سرعات تقلقني، ومع ذلك في الشوط الثاني برضه مسببين لنا ازعاج ومخلينا في الشوط الثاني قاعدين بنتفرج على المباراه وايدينا على قلبنا، واحنا بنلعب برضه بثلاثه في نص الملعب، ومع ذلك انت مش ناجح من حد انك تحد من الخطوره على مرمانا. فاذا الطريقه فشلت دفاعيا من وجهه نظري الشخصيه، واكبر دليل زي ما بقول لكم الجول اللي تم الغائه الحمد لله بمساعده الفار، والفار فيه انقذنا. طيب نتكلم على الطريقه هجوميا، الطريقه هجوميا جردك تماما من اللعيب رقم 10، لان في غياب في الادوار بتاعت اللعيب رقم 10. حتى عبد الله السعيد النهارده لما لعب كان كل واحد فيهم نازل لتحت نازل لتحت عاوز يبني الهجمه ويطلعنا بالكره من ورا لقدام، وده افقدك لعيب رقم 10، او افقدك ان اللعيب رقم 10 يروح ما بين الوينجرز بتاعتك اللي هو محمد صلاح ومرموش ويخلق مساحه للاربعه السنتر الاربعه اللي في الخط الخلفي وقدامهم الراجل رقم 6، انه بس نكتفي بالناس دي في تحضير الهجمه. نزول الثلاثة لتحت عشان نطلع بالكرة من ورا لقدام افقدنا بعض الشيء للعمق الهجومي او العمق بتاع اللعيب رقم 10. فاذا افقدتك اللعيب رقم 10، وفي النواحي الدفاعية شرحنا اللي حصل فينا في الشوط الثاني.